أنا على التليفون أحمد عدلي لاعب المنتخب المصري للشطرنج. مساء الخير أحمد. مساء النور يا كابتن جوهر، ازي حضرتك يا فندم؟ تمام الحمد لله، كله كويس. يمكن الخبر مدى صحة الخبر، يعني في خبر اتقال وفي بيان انتوا طلعتوه. تمام يا فندم، الكلام ده مظبوط، بس أنا محتاج أوضح حاجة. مش الاتحاد اللي اتهمنا الحقيقة. تمام. هو عضو من الاتحاد، تمام. من الواضح ان هو يعني تقريبا اخضى تقدير يعني. احمد انت بتقول عضو من الاتحاد، هو بيمثل الاتحاد مظبوط ولا هو بيمثل شخصه؟ المفروض ان عضو الاتحاد بيمثل الاتحاد، بس احنا بعد ما طلعنا البيان بتاعنا هو يعني الاتحاد انكر الكلام ده. فخليني ابدا لحضرتك بس كامل الاول عشان الناس تكون فاهمه معانا. اتفضل. مين هم احمد وباسم؟ احمد عدلي بطل عالم في الشطرنج 2007 للشباب، وباسم ثالث العالم مرتين، واخدين اولمبياد الذهب، اولمبياد الشطرنج 2014 ذهبيه، تمام، ودي ما اتحققتش في تاريخ العرب ولا افريقيا، تمام. الابطال العرب وافريقيا وبحر ابيض متوسط وفرانكفون اخر 10 سنين، اخر 12 سنه. اذا احمد عدلي، انت عاوز تقول انت لاعب، انتوا اثنين لعيبه ليكوا تاريخ كبير جدا في الشطرنج، فبالتالي يعني انتوا ما بتفتعلوش اي مشاكل، بالعكس انتوا عاوزين تشاركوا. بالظبط يا فندم. طيب احنا بنلعب طول الوقت، ما فيش مكافئات خالص، احنا محترفين شطرنج. باسم خريج طب وانا خريج اكاديمية بحرية، واحنا الاثنين يعني كل متفوقين رياضيا او في شطرنج وفي اي حاجة غير الشطرنج. تمام. تمام. ومع ذلك ما بنطلبش فلوس ولا اي حاجة. احنا بنلعب بقالنا 20 سنة بنمثل مصر، من 97 في منتخب مصر ومن 2003 في منتخب مصر الاول. كويس. تمام. ما فيش مكافئات، اوكي، مفيش مشكله، ما بيخرج لناش حاجه من الاتحاد، ما بيديناش اي فلوس، مفيش مشكله، ولا من وزاره الشباب والرياضه، حتى وزاره الرياضه كراجل مثلت مصر واخدت بطوله عالميه، مفيش اي مكافئات للشطرنج. المكافئات بتبقى لو انت حققت بطوله كل لقد ايه، وبتبقى مكافئات يعني هزيله جدا. اقل ما يقال. المهم فجينا السنه اللي فاتت، احنا كنا محققين ذهبي الاولمبيات 2014، جينا في اولمبيات 2016. يا جماعه ارجوكم، احنا تعبنا، احنا بنصرف على نفسنا، احنا عايزين مدرب. يعني ما فيش منتخب ما بيطلبش مدرب، يعني انا مش عارف ايه نوع الرياضه. يمكن اذا كان يا احمد انت بتتكلم في مكافاه هزيله، عاوز يبقى مدرب. طب المكافاه، اكبر مكافاه اخذتها كام في الشطرنج؟ اكبر مكافاه خدتها لما ما يعني احنا بدانا من بطوله العرب كانت 180 جنيه، وتطورت الحمد لله بعد كده بقت 7000 جنيه. وبطوله افريقيا بداناها من 1500 جنيه، ووصلت الحمد لله دلوقتي 10000 جنيه. طب احمد، عايز اقول لحضرتك، اتفضل. عايز اقول لحضرتك ان انا تكلفه بس المدرب بتاعي، انا قررت ان انا زهقت يا جماعه، انا محتاج اوصل للعالميه واقدر احقق نفسي. انا دي حاجه محترمه. تدريبي، انا طلعت معسكر تدريبي في اخر السنه اللي فاتت اسبوعين ب 2500 يورو. اوكي، ودي اقل تكلفه لمدرب عالمي. طيب احمد، طب خليني اقول لك، انت بتقول في مشاكل مع عضو مجلس اداره، هل في مشاكل؟ هو مين عضو مجلس الاداره ده؟ نمره واحد. وهل في مشاكل؟ الدكتور سيد عبد الله. الدكتور سيد عبد الله، تمام. وهل في مشاكل شخصيه ما بينكم انتوا الاثنين؟ هو فجاه وجدنا ان هو مطلع كلام ان هو بيتهمنا ان احنا كده مش وطنيين، وان احنا بنالي زراعة الدولة وبنبتز الاتحاد. طيب. احنا كل اللي طلبناه عايزين مدرب، مش طالبين اكتر من كده. رقم قصدي. تمام. انا ما طلبتش فلوسي، اللي احنا لينا فلوس داخل الاتحاد ومبالغ محترمة، تمام، من 9 شهور او 10 شهور دلوقتي. كويس. وخدنا 15 او 20 وعد من الاتحاد ان بمجرد توفر فلوس هنقدر نوفرها. واخر وعد امتى؟ اخر وعد المفروض توعدته امتى يكون ليكم مستحقات؟ يعني بعد ال 20 مره اللي فاتوا. هي اخر مره كان المفروض نهايه الاسبوع اللي فات. تمام. والوعد ده ما اتجددش باي شكل كان؟ لا، لم يتجدد باي شكل. تمام. كان، بس الاتحاد انكر في بيان رسمي ان الادعاءات بتاعت عضو مجلس الاداره دكتور سيد، وانها خارج سياسات الاتحاد، واكد على ان في المستقبل ده ملوش اي علاقه بالكلام ده، وان الاتحاد هيحاول يوفر. كويس. بس للاسف هي وعود نتمنى انها تتنفذ، لان احنا تعبنا بجد، صدقني احنا كل هدفنا عايزين نحقق بطولات لبلدنا. ودي حاجه محترمه. بشكرك جدا احمد عدلي لاعب منتخب مصر للشطرنج. يمكن بنتكلم، حاولنا نكلم الاتحاد عشان يرد على كلام احمد عدلي، ولكن مفيش حد بيرد. دي نمره واحد. نمره اتنين، في البرنامج بنتكلم عن مشاكل كتير للرياضيين،
رياضيين بيمثلوا المنتخب المصري حاصلين على بطولات عالم سواء في العاب فرديه او العاب جماعيه. الاتحادات محتاجينها شويه تقف مع مصر من خلال المعامله والاداره الجيده للاعبين. طبعا الناس اللي بتتفرج هتقول في بعض اللاعبين وخصوصا الشباب عندهم شويه حماس، عندهم شويه عدم ادراك بالموقف اللي بيحصل او بيطلبوا طلبات زياده. احنا ما بنتكلمش عن الناس دول، احنا بنتكلم عن ناس واحد زي احمد عدلي، واحد طب وواحد اكاديميه، فبالتالي ناس متعلمين ودماغهم كويسه جدا. فنتمنى من اتحاد الشطرنج، الراجل عاوز مدرب، ومش عاوز حاجه غير مدرب، بيقول لك عاوز يوصل للعالميه. اذا كان فعلا الكلام حقيقي، وبكرر تاني حاولنا نكلم اتحاد الشطرنج مفيش حد رد.